السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. زيارة تضامن ودعم لجهود الحكومة الحالية لما قدمته من خدمات للبلد منذ بدء مهامها. الزيارة الأولى لأمين الأمم المتحدة منذ 6 أعوام. هاي الزيارة تمت بعد دعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية بعدها، أو يعدها المراقبون دعما واضحا وترحيبا من قبل الأمم المتحدة لعمل حكومة الخدمات، خصوصا بعد إبداء رغبة البلدين بتقوية أواصر العلاقات الدولية وكذلك مساعدة العراق باجتياز التحديات التراكمية الصعبة اللي يمر بها العراق خلال المرحلة الحالية من أجل الوصول إلى مستويات عالية بتقديم خدمات أفضل وأكثر دون عراقيل ومعوقات بالانفتاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بصورة عامة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، هاي الملفات اللي حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها، فلا مؤشرات أولية من الوزراء في مكافحة الفساد بجرأة وصراحة يعلنها رئيس الوزراء العراقي بعد التقصير الواضح في تنفيذ الأولويات الحكومية من قبل المواقع التنفيذية، وهذا الأمر لا يتماشى مع الخطوط التي رسمتها الحكومة العراقية بطبيعة الحال لتحقيق تقدم نوعي في هذا الملف، يتماشى مع تركة ثقيلة من ملفات فساد مالي وإداري، بالتالي هدر الأموال طوال هذه السنين أصبح سمة معروفة فضلا عما يمثله من خلل خاصة، وأن الإشادات الدولية بنهج الحكومة العراقية في قطع دابر الفساد لا تزال متواصلة، وهي كمية ونوعية وكذلك طبيعتها أصبحت معقدة. هذه ملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقى ويانا ومتابعتنا. الأمين العام للأمم المتحدة التقى عدة شخصيات عراقية سياسية في زيارته الداعمة لجهود الحكومة وبرنامجها الإصلاحي اللي أبدى استعداده بعد الدعم والتشجيع لعمل الحكومة المتضافر للتعاون مع العراق بتحسين الواقع الخدمي والنهوض باقتصاده وخلق فرص عمل. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا، لكن بعد نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. تعزيز الأمن والسلم الدوليين بما ينسجم مع دعم الحكومة العراقية تثمينا لجهودها خلال المدة القصيرة من عمرها، هكذا وصفت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى العراق التي اندرجت ضمنها الكثير من التحديات. زيارته تمثل دعما من قبل الأمم المتحدة لما قدمته الحكومة العراقية الحالية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية التفاعلية بينها وبين العراق. الحكومة العراقية تقدر كثيرا هذه الزيارة التي تمثل رسالة دعم للشعب العراقي ومؤسسات الدولة لمواجهة الصعاب والتحديات. على صعيد العمل لإصلاح القطاعات المهمة في العراق، الحكومة العراقية تسعى لإيجاد شراكات لتنوع القطاع الاقتصادي وتنميته، إضافة إلى تحسين الخدمات التي عكفت الحكومة الحالية على تقديمها. فبعد التوافق الوطني الذي حظيت به حكومة الخدمات من قبل الشعب العراقي والأوساط السياسية، اليوم تلقى ترحيبا ودعما كبيرا من قبل الأمم المتحدة تثمينا لما تقدمه من جهود متفانية من أجل النهوض بواقع البلد وتحسين خدماته. ونحن نأمل أن ونتأكد من أن حدوث هذا، ويشجعني تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها الإصلاحي التطلعي، وأحيي رئيس الوزراء على التزامه على معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما في ذلك محاربة الفساد، تحسين الخدمات العامة، وتنويع الاقتصاد لتقليل البطالة وخلق فرص خاصة للشباب. العراق وموقعه بين الأشقاء ينعكس على دوره الريادي في المنطقة ليكون بوصلة الدول لزيارته ومناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها ملف المياه الذي صار يشكل أهمية كبيرة له، خصوصا وأن البلد يتأثر بالتغييرات المناخية والبيئية التي على أساسها دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي لمساعدة العراق بتجاوز هذا الخطر المحدق به. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مشاهدي الأحبة، باسمكم أرحب بضيوفي الكرام الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور، وكذلك أرحب بالأستاذ أحمد الياسر رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية انضم معي عبر سكايب من أستراليا. حياك الله أستاذ أحمد. أبدأ مع حضرتك دكتور أسامة، نتحدث عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش اللي وصف العراق هاي المرة خلال زيارته بناء على الدعوة اللي وجهت إليه بأن العراق هو عراق جديد ومختلف، ربما تكون هذه إشارة واضحة للانفتاح في العلاقات والتطور في الأداء الدبلوماسي، كيف تنظر إلى هذه الجزئيات؟ نعم، شكرا جزيلا تحية حضرتك والضيف الكريم أستاذ أحمد المحترم وإلى مشاهدي قناة الأيام. حياكم الله. شكرا على الاستضافة. يعني أكيد نتحدث علاقتنا، علاقة العراق مع الأمم المتحدة هي علاقة يعني طويلة وممتدة، تمتد من تاريخ 2 آب تقريبا ما بعد 2 آب 90، وهو قيام نظام صدام باحتلال الكويت وما تلاها من حزمة من القرارات الدولية اللي حقيقة بتاريخ الأمم المتحدة لم تصدر أو لم يصدر هكذا كم من قرارات إلى حد عام 2003. طبعا كانت مرحلة جديدة اللي يفترض تصفية هذه التركة من القرارات والعقوبات والإجراءات واللجان المتعاقبة وتفكيك الأسلحة، وهي مرحلة وجود الأمم المتحدة قبالة وجود الاحتلال الأمريكي والبريطاني آنذاك. وشكلت هذه البعثة الحالية بموجب القرار 1500 اللي حتى تعمل على أنه تنمي وتساعد العراق في تحوله الديمقراطي. وكان أكو أدوار حقيقة لا تنكر للأمم المتحدة، سواء كان في يعني ما يتعلق بالمفوضيات الانتخابات المتلاحقة منذ تأسيس أول مفوضية، أو ما يتعلق بالتوجيه والتدريب والخبرة لمحاكمة أزلام النظام السابق، ما يتعلق بإجراءات التشكيل الدولة عموما. حقيقة شيء لا ينكر أنه للأمم مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من الأمور. تعرف البلد كان حديث عهد في الكثير من البنى والمؤسسات والثقافة، وموضوع كتابة الدستور أيضا فاتني في عام 2005، أمور كثيرة. أنا اللي أريد أقوله أنه إحنا يعني الأمم المتحدة رافقتنا طيلة تقريبا 33 سنة، وهذه 33 سنة كانت أيام في أغلبها هي أيام مريرة حقيقة على الشعب العراقي، وأيام مريرة على الدولة العراقية. نتذكر أنه أيضا الأمم المتحدة كان دورها واضح ما بعد داعش، صدرت قرارات تتعلق بالتحالف الدولي ومحاربة الإرهاب ودعم العراق وما تعرض إلى البنى التحتية والمناطق والمواقع الآثارية، التصفية الجسدية والاستهداف الممنهج للأيزيديين والإبادة الجماعية. يعني وصلنا إلى مرحلة، يعني هل انه الان، وهذا التساؤل طبعا يدور في بال، يمكن ما اعتقد هساني ما ادري يدور في بال السياسيين والطبقه السياسيه، لكن اعتقد يدور في بال احنا يعني الاكاديميين المتابعين، انه متى يحين الاوان لتغادر الامم المتحده العراق. انا ما اقول انه احنا استكملنا نظامنا السياسي، ونظامنا السياسي يعني يضاهي الدول المتقدمه مثل ما البعض قد، لا، أنا موضوعي وأقول إنه إحنا بلد مثل أي بلد، نعاني من مشاكل ونعاني من تحديات، ولا نزال في طور السير نحو الديمقراطية. لسنا بلد ديمقراطي وإنما بلد تعددي متعدد، لكن لسنا بلد ديمقراطي بالمقاسات اللي ممكن يعتمدها. وهذا طبعا مو عيب، لأن هو كل الدول أو أغلب الدول بالعالم هي مواصلة لهاي المرحلة، لكن ما يوجد شيء اسمه مكتب أمم المتحدة، وماكو شيء اسمه إحاطة دورية لما يحصل في 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 في, في هذا البلد. لذلك ثلمة حقيقة لا تزال موجودة في استقلال العراق هو وجود مكتب الأمم المتحدة في بغداد. هسه الواحد يقول لي لا، مو هو دور استشاري وما يعني مو دور تدخلي. نعم، هو صحيح دور استشاري، لكن وجودها بحد ذاته مثل ما واحد يعني عنده مرض وموجود طبيب أو يراجع طبيب، يعني وجود الطبيب بحد ذاته معناته أنك تعاني من حالة مرضية، أو حتى من وجود حالة نفسية أنت قد تشعر بأن وجودها بحد ذاته يشكل حالة مرضية حتى. طيب، وإن كنت أنت كشخص غير مريض دكتور. لذلك أنا أعتقد نتمنى أنه تكون هاي بداية، بما أنه سيد غودريتش هو شاف بنفسه
انه يطلع على تقارير، هسه وين كانت هذه التقارير؟ طبعا اسجل عليها وايد ملاحظات. تقارير الاحاطه اللي تقدم هي تقارير تنظر بعين واحده. ما تنظر بكلا العينين، يعني ما معناه ما تعطي السلبي والايجابي، لا تعطي بس السلبي، والايجابي تفرد له فد شيء جدا بسيط. واني معاصر هاي، انا ابن هاي العمليه السياسيه وابن هذا، يعني من صارت كان عمري 25 سنة واني وسقط النظام، انا كنت بعدني طالب دكتوراه، والان انا عمري 45 سنة يعني. العمر كله دكتور. الله يسلمك. اكيد وحضرتك متخصص ومتابع لهذا الشأن. اعرف كل يعني الشاردة والواردة، ومرينا بالطائفية ومرينا بكل الامور، وتهجرت من بيتي يعني تقريبا ثلاث مناطق انا عايف من بغداد حتى احافظ على عائلتي وعلى نفسي. زين، احمد الياسر طلع من العراق كله وراح لاستراليا، حياك الله استاذ احمد. يتحدث الدكتور اسامه السعيدي عن ما لها وما عليها بزمن النظام السابق، احنا الجيل المعارض الاول، احنا ما شاهد هاي. نعم، يعني يتحدث الدكتور اسامه السعيدي ما لها وما عليها الامم المتحده، وهذا في اضواء زياره الامين العام للامم المتحده. كيف تنظر الى هذه التفاصيل؟ هل ان الامم المتحده هي داعمه خلال هذه الزياره؟ أن يعني السلبيات التي سجلت ولربما تسجل حضرتك تكون حاضر أيضا في هذه الزيارة. تحية لحضرتك أستاذ أحمد، تحية للأستاذ السعيدي ولحضراتكم جميع مشاهدي قناتكم. أنا أعتقد يعني إذا شفافية، قناة بشفافية، الأمم المتحدة يعني المجتمع الدولي. العراق بلد يقع في مساحة تجاذب دائمة وتاريخية. بلد مثل العراق يحتاج الى ان يكون علاقاته مترابطه مع المجتمع الدولي. بلد ينتج طاقه يحتاج الى ان يبني علاقات جيده مع الدول الصناعيه. بلد لديه ارتباطات جغرافيه مع دول العالم الثالث. بلد يقع بموقع جغرافي مهم يربط بين قارتين. هذا ايضا كل هذه التفاصيل تفرض على العراق بعيدا طبعا عن القضايا السياسيه و قضايا المشاكل التي اشار لها الدكتور السعيدي، ولكن العراق انا اعتقد احتياج المجتمع الدولي اكثر من احتياج المجتمع الدولي للعراق. فاذا ابني اجابتي على سؤال حضرتك استاذ احمد من هذه القاعده، فاعتقد ان حضور الامم المتحده في العراق وفق هذه النظريه يعني في هذه الجزئيه هو حضور عضوي، يعني يجب ان يتواصل العراق لاننا نحتاج دعم دولي للتغلب على مشاكل. هذه الزيارة تعطي انطباعاتها في قراءتها انه هي استمرار عملية الترابط بين العراق والامم المتحدة من جهة، استمرار اشراف الامم المتحدة على ان سيرورة الاضواح للداخل العراقي بعد احداث الثلاثات الدامة التي يعني كان متخوف جدا ان تعصب النظام السياسي العراقي وان يتحول العراق الى لبنان جديدة وافغانستان جديدة تتقاطع بهم القوى الامنية والسياسية. فأنا أعتقد هذه مؤشرات ممكن نقرأها مؤشرات إيجابية، إضافة إلى أنه النظام العراقي كما تفضل الأستاذ يعني هو ليس مؤهلا بما يجعله منفصلا عن الإرادة الدولية في هذه اللحظة، يحتاج إلى هذا الدعم، والوجود الأمم المتحدة أنا أجد في هذا الموضوع إيجابي. ولكن بكل تأكيد الرعاية الدولية قد تضعف قدرات البلد من أن ينمي نفسه، يعني انا اتفق ايضا مع هذه الرؤيه. نعم. واعتقد انه يجب ان لا نعتمد على العالم، يجب ان نعتمد على انفسنا، يعني ان ننتج قرارات محوريه عراقيه تدفع العراق بان يعني يعالج مشاكله بنفسه ولا يحتاج الى الدعم الخارجي. هذا طيب. ايضا مهم جدا. نعم استاذ احمد، يعني ايضا هذا اللقاء لم يخلو من مناقشه مواضيع تخص المجتمع الدولي، يعني الامين العام بحث مع المسؤولين العراقيين الكثير من التفصيلات والتحديات اللي تواجه العراق، في المقدمة منها موضوعة المناخ والتصحر وأزمة المياه. هذه المواضيع لربما لا تعد حيوية فقط للعراق وإنما مسألة تخص العالم أجمع. أنا قلت لجنابك العراق هو جزء من المنظومة العالمية. نعم. هناك حقيقة مشكلة في العالم أجمع، يعني مشكلة التغير المناخي هذه مشكلة العصر. عام 2050 ممكن يعني سيحصل تحول، نقص الامدادات الغذاء بسبب التصحر المناخي، يعني قضايا متعلقه بالزلازل، كل هذه التفاصيل
احنا بدنا نستمتع وبدنا نعيش في هذه اللحظه الصعبه. نعم. فالعراق ايضا يعني هو جزء من المنظومه العالميه، اكيد هو يجب ان يكون مشتركا بكل تفاصيل التهيئه لمواجهه اي وضع يعني يحيط بالعالم. انا اتخيل ان هناك ازمه غذاء تقترب من الشرق الاوسط ممكن منتصف هذا العام، يعني مرتبطه ايضا بالحرب الاوكرانيه الروسيه. العراق ايضا يمتلك يعني حضور بسوق النفط العالميه بما يتعلق بقضيه الطاقه والازمه الموجوده في استراليا، في اوروبا، في امريكا في هذا التوقيت. لذلك اقول لكلامك صادق احمد، يجب ان ننطلق من الداخل، يعني يجب ان ننظر الى احتياجات العالم لما يريده في العراق ونبني استراتيجياتنا عليها وليس العكس. يعني لما نشوف احتياجه، يعني دائما العراق هذه معضله يكررها في الاعلام انه العراق يبني استراتيجياته على الهاجس الامني فقط. محاربتنا للارهاب، قضايا المتعلقه بالانقسامات الداخليه السياسيه والحزبيه، نبني استراتيجياتنا على هذا الوضع، وهذا خطا للعلم السياسي. يجب ان نبني استراتيجياتنا على احتياج العالم انه كما تفعل السعوديه على سبيل المثال، والامارات مؤخرا استثمرت قضيه احتياج العالم للطاقه فبدات تفرض يعني وتبني استراتيجيات جديده وتفرض حضورها السياسي ومطالبها، تفصل بين الشراكه الامنيه مع امريكا، الشراكه الاقتصاديه مع الصين. بدانا نجد انه هناك بعض الدول يكون لها حضور، نتمنى ان يكون للعراق حضور مثله. هذه الشفرات دكتور اسامه الى اي مدى من الممكن ان يكون هذا اللقاء يفككها وبالتالي يترجمها الى واقع عملي، خصوصا وان هذه المسائل ليس لا تتعلق فقط في العراق، يعني تركيا داخل على الخط المحيط، يعني خط الزلازل اقصد بهذا الموضوع، وسوريا والتضرر من هذه التقلبات المناخيه، وبالتالي ايضا هنالك الكثير من المشاكل التي يتم مناقشتها مع الامين العام المتحده. العراق هو جزء فيها من ضمن هذه المنظومه، ويجب ان تكون هنالك رؤى موحده تشترك فيها جميع البلدان كي يكون هنالك اجراء عملي. بس عفوا الشفرات شنو تقصد بها؟ ما التي تفضل بها الاستاذ احمد الياسري عندما يقول انه العمليه معقده، تدخل فيها الصين على هذا الخط، وتدخل بها الكثير من الدول على خط الازمات. لا، هو احنا اليوم احنا ازماتنا هي ازمات، يعني اكو اولا ازمات داخليه بنيويه يعني تتعلق باداره الدوله. نعم. والنضج السياسي والاداري اللي يفترض نتحلى به بعد مرور 20 سنه من حوالي من يعني بناء النظام السياسي الجديد، ومشاكل تتعلق بتعامل جيراننا معانا الدول المجاوره، انه العراق لا تنظروا له انه هو هذا البلد الضعيف اللي يعاني من مشاكل، او البلد اللي كان يحكمه صدام وتخافون من عنده لا يتقوى وبالتالي قد يلتهم احدى الدول كما حصل من قبل صدام. لا، اولا العراق هو ليس عراق صدام كما كان في فتره صدام، تغير تماما. ثانيا العراق الجديد هو بلد ديمقراطي، عفوا متعدد سائر نحو الديمقراطيه، هذه مساله مهمه. ثلاثه، مشاكلنا هي تتعلق بحاله الاستهانه، يعني احنا مرينا بحروب متعدده، بالتالي ما عندنا اليوم خلينا نسميها القدره أو الرغبة بمعنى أدق بأن ندخل في حرب جديدة. يعني دخلنا صدام دخل في حرب 8 سنوات مع إيران، ومن ثم احتل الكويت، ومن ثم حرب عقوبات وحصار على الشعب 13 سنة، بعدين القاعدة، بعدين داعش، تقريبا احنا 5 حروب خضنا خلال حوالي 33 سنة، وكل حرب هاي طبعا تبعاتها ونتائجها طول حوالي 50 سنة. لذلك احنا اليوم اللي دا تسوي ويانا تركيا مثلا بموضوع المياه مشكلة كبيرة، بس هل انه احنا راح ممكن ان ندخل في حرب مع تركيا؟ نعم. بصرف النظر على انه كنا احنا جاهزين للحرب او لا. اليوم تركيا محتلة جزء من اراضينا، والمفارقة شوف يعني الحالة العراقية، تركيا محتلة جزء من اراضينا، والحد اليوم تقصف سنجار ومناطق عراقية، والمي مقطوع، اللي دا يشوف دجدة والفرات بالصور ودا نشوفها احنا هسه من جهنا، هذا ابو نواس هسه بظهري وشوف دجله ايش قد مستوى المي تعبره مشي، واحنا دزينا لهم مساعدات بالزلزال يعني اللي حصل عندهم. نعم. ودزينا الى سوريا، عندنا روح ايثار برغم كل اللي تعرضنا له من دول الجوار، دا
دزونا مفخخات ودزونا انتحاريين وقالوا هذا نظام طائفي ولازم نسقط هذا النظام وانتو كذا وانتو انتو يعني غير هسه ما اريد نستحضر قلت المعنى العراقي ما اريد انثر المواجع بس احنا بلد يعني او شعب يعني الان يريد يعيش ناس تعيش في بحبوحه اكو يعني اكو فرصه للتحول الحكومه هسه هاي اجتي ما اقول حكومه متكامله ومثاليه بس تعطي امل للناس اطت بعض الاصلاحات بعض القرارات عينت حمله الشهادات العليا عينت الخريجين بدت هسه الواحد يقول لك مهاير تعيين هو بطاله يعني هسه هو هذا الموجود ماكو اجراء غير هذا الاجراء على امل انه تدخل شركات وتصير اكو حركه تجاريه وتبدي نشاط اخر لامتصاص البطاله لكن هسه اكو فسحه من الامل يعني بدا يتحرك عد الناس بالتغيير بصرف النظر هسه عن الاداء للاحزاب السياسيه انا ما لي علاقه بالاحزاب السياسيه انه هل هي مندمجه مع الناس عندها حضور ويا الناس تحبهم هم يحبون الناس هسه هذا يراد له بحث اخر بس انا اتحدث اليوم عن حكومه تقوم تجتهد وبكل موضوعيه يعني تحاول قدر المستطاع ان تبذل قصارى جهدها ضمن الممكن طبعا لان لا ننكر انه اكو محيط سياسي اكو توازنات اكو غيره اكو معوقات حتى اداريه بنظامنا الاداري لا يزال هو نظام حقيقه متاخر لكن رغم يعني كل هاي التفاصيل انا حكيتها الامم المتحده انا ترى هذا الامم المتحده اختصاصي يعني تدري جنابك وانا صار لي اشتغل على الامم المتحده تقريبا ومتابع قرارات اللي صادره على العراق يعني من 2004 انا هذا اختصاصي الدقيق يعني فلذلك الامم المتحده هي اصلا تعاني من مشاكل يعني هي فيها ما فيها من مشاكل ما ممكن هي تقوم في دور او ادوار في علاقات ثنائيه خاصه انه اليوم احنا ترى مو الملف الملح يعني على مجلس الامن احنا مو خلينا ملف بمجلس الامن لاراده حتى نكون صريحين لاراده امريكيه يعني الامم المتحده احنا ندرسها بالقانون وبالتنظيم الدولي نقول يفترض انه المنظمه الدوليه تمتلك اراده مستقله عن اراده الدول الاعضاء هذا بالمفترض لكن بالواقع انه من يسير المنظمه الدوليه ايا كانت منظمه دوليه اقليميه او امم متحده هي اراده الدول الاطراف وتحديدا الدول المهيمنه لذلك انه بقاء انا الاستفهام اللي اريد اقوله انه بقائنا ملف لا يزال ملف في مجلس الامن هو يثير علامة استفهام ليش علامة استفهام لأن أكو بلدان أكثر إلحاحا منا اللي هو الملف الليبي اللي هو الملف السوداني اللي هو ملف اليمن اللي هو ملف سوريا اللي هو ملف لبنان ما إحنا نتمنى الخير لكل البلدان أنا مو دا أقول أجيبهم بالطارة حتى يعني لا بالعكس نتمنى أن هاي الدول تصير مستقرة ودول صديقة وشقيقة ومسلمة لكن احنا ما وصلنا يعني من تقارن القذافي سقطوه 2012 الان الان وضع ليبيا بعد مرور 10 سنوات مثل وضعنا احنا سقطوا صدام 2003 من تقارن العراق 2013 بكل سلبياته بكل تفاصيله هو افضل حالا من ليبيا يعني 10 سنوات بعشر سنوات هو افضل حالا من ليبيا تقارن وضعنا باليمن احنا افضل يعني بمراحل عن اليمن تقارن وضعنا في سوريا تقارن وضعنا في لبنان لذلك انا اعتقد اكو تجني على العراق انه هو بلد فاشل بلد فاسد احزابه فاسده انا قلت لك انا ما امدح الاحزاب مو قصدي اسوق لا بس انا اريد اقول خلي الامور بنصابها هو نفسه جودريش يقول اكو تحول كبير بالعراق اكو تطور كلش ملفت للنظر احنا لازم نكون نسأل وبعثة الأمم المتحدة راح تنتهي بشهر الخامس لكن أنا أقول لك أنه لا الحكومة ولا أي طرف سياسي راح يطلب أن تغادر بعثة الأمم المتحدة ليش؟ لأن التوقيت هو مو توقيت مناسب حتى وأن إحنا ضمن هاي المقدمة اللي أنا قلتها أنه إحنا مو ملف ملح لأن الآن الحكومة تقول لك أنا مهما يكون من أمر أنا أريد إسناد دولي هسه بالحكي بالكلام هاي حكومة إطار كذا تعرف هذا الخطاب العام فبالتالي مو من مصلحة الحكومة ولا الأطراف السياسية أنه تنسحب الأمم المتحدة الآن لكن أقول لا بد أن يأتي اليوم اللي نطلب به أنه إحنا شكرا جزيلا للأمم المتحدة شكرا ليونامي شكرا لكل الممثلين اللي كانوا من سيرجيو ديميلو اللي قتل في تفجير البعثة في 2003 رحمه الله إلى هذه المرحلة وقد يكون هناك آخرين شكرا لما قدمتوه وإحنا ممتنين وإحنا قادرين على ندير
شؤوننا دون استشارة، وإذا نحتاج استشارة هم موجودين. هسا أكو برامج وكل الدول نعم. مرتبطة بيها، والفاو واليونيسيف واليونسكو وكلها، إحنا على تواصل بالتعليم العالي وبالتربية، إحنا مو بعيدين يعني، ما منفصلين ولا طلعنا من الأمم المتحدة، لكننا نريد أن نقول أنه العراق عام 2023 بكل نعم. تفاصيله هو غير العراق في عام 2003. طيب. هو متكامل لا غير متكامل، مثالي لا غير مثالي، لكننا أفضل من الآخرين. طيب، رغم كل هذه التفاصيل أستاذ أحمد، يعني أيضا هنالك يعني ضمن جدول الزيارة سيزور الأمين العام، سيزور أربيل ويلتقي السلطات هناك، وأنه يشجع الحوار فيما يتعلق ب موضوعة الموازنة وقانون الغاز، ولا سيما أيضا التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق سنجار. بكل تأكيد يعني زيارة كبيرة يعني إن العراق يجب أن تكون هناك مواضيع دعم. أنا أعتقد الأمم المتحدة تحاول إدارة قيادة انه تدفع العراق من اجل يعني مزيد من الاستقرار. يعني هذه الرسائل اللي نقراها يعني هي ليس خصما وليس جزء من العفو. صوت استاذ احمد ترى مدى الاستقرار. نعم. اذا ممكن صوتك شويه، ممكن اذا ممكن استاذ احمد حتى نسمع او الاخ المخرج شويه على الصوت. تفضل استاذ احمد. تسمعني حبيبي؟ نعم تفضل. اي انا اقول انه جدول اعمال هذه الزياره العنوان الابرز لها هو دعم يعني اقتراض داخلي ودعم استقلال العراق. هذا اطار عام يعني مش فقط الامم المتحده، حتى الدول المحيطه بالعراق، حتى الدول التي بدات تربط ايراداتها الداخليه وامنها الداخلي بامن العراق. هذا واضح جدا حقيقه. انا لا اجد يعني الدول التي تسعى الى ان يعاد سيناريو 2003 في هذا التوقيت يعني صوتها اضعف، قدراتها اقل بهذا. يعني اجد الكثير من دول العالم وعلى راس الامم المتحده طبعا تريد ان يكون العراق هادئ. فمن هذه الجنبه نستطيع ان نقرا زياره السيد الامين العام ان هي يعني تحاول ان تسير الامور بالعراق على ما يرام يعني، وان تبقى حاله الهدوء هي الحاضر يعني. او اعتقد ايضا هناك تخوف لدى الامم المتحده ممكن برز بتقرير شهر نوفمبر برنامج متعلق يعني بالحراكات الداخليه وسحاب الصدريين على سبيل المثال الذي ممكن ان يؤدي الى حدوث تشرين ثانيه. نعم. هذا امر ايضا تتخوف منه الامم المتحده. فانا اعتقد هي اشبه بمراقبه الوضع في العراق ودعم مسار الهدوء. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الياسر رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، حدثتنا عبر سكايب من أستراليا. وتفضل ببقاء معي الدكتور سام السعيدي كي نتابع مشاهدي الأحبة بعد قليل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب مجددا بحضرتك الدكتور أسامة السعيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد الربيعي، أهلا بك أستاذ محمد ضيفا كريما. نتحدث دكتور أسامة عن هذا الملف اللي تابعته الحكومة منذ بداية تشكيلها واشتغلت على موضوع مكافحة الفساد. طبعا لما تسخر الحكومة كل إمكاناتها وتضع مكافحة الفساد في صدارة
برامجها، لم يكن هنالك تحرك جدي من قبل الوزراء في تحقيق تقدم في هذا الملف، ووعدت الحكومة بأنه ستتخذ إجراءات خلال 3 إلى 6 أشهر. يعني أولا رئيس الحكومة كان عنده إجراءات عاجلة، يعني تعرف ما يسمى بسرقة القرن وغيرها، باستعادة الأموال، وهي كانت إلى زيارات صريحة ومباشرة إلى الأردن، نتذكرها كانت أول زيارة من تسلم الحكومة، وكانت أكو زيارة أيضا إلى الإمارات، وأيضا أكو كان حراك لأي دول أخرى في استعادة هذه الأموال. أما عن مجمل مكافحة الفساد فهو حقيقة إحنا أكو إجراءات نسميها إدارية وقانونية تتعلق بمكافحة الفساد، ما معناه أنك تمنع حصول الفساد أصلا، وإجراءات محاسبة المفسدين اللي هم تورطوا ودخلوا في منظومة الفساد وسرقة وقد لا يكون لا يزالون يسرقون، وبالتالي يجب أن توقفهم. طبعا المسؤولية الأولى هي مسؤولية الوزير المعني، المسؤول المعني، الشخص الدرجة من المدير عام وكيل وزير اللي هو على تماس، تدري حضرتك، يكون باللجان على تماس، بالتقييم على تماس، بلجان الاستلام والتسليم، بالعطاءات، هذول هم اللي يكون مثل ما نقول يعني بالواجهة. إذا ضمنت أن النظام السياسي يقوم باختيار أناس أمناء حقيقيين نظيفي اليد وعفيفي الذمة، يمكن أن نقول أن الفساد خلص انتهى، بعد ما يرد لك لا هيئة نزاهة ولا قضاة ولا إجراءات. لكن اللي دي يصير أنه، وهي الثقافة قد تكون يعني بنت عليها للأسف نقول العملية السياسية، أنه أكو مواقع تباع يعني بمبلغ، والكل يعرف يعني هذا الثقافة اللي سادت في إدارة الدولة، ونعرف أنه أكو هناك من يعتاش على الموقع الذي يأتي فيه، وهناك من تصبح له أملاك وتصبح له يعني رصيد هو وعائلته بجراء أنه هو عمل في هذا الموقع. طبعا من أكو دولة، نقول دولة يعني ما معناه سلطة، من تكون أكو سلطة قوية يكون أكو إجراءات رادعة تمنع أي واحد، ماكو واحد يعني منزه ولا معصوم، كل إنسان أي واحد بينا ممكن من تصير أمامه مغريات ممكن ينهار، لكن شو وقت أنت تحفظ نفسك وتعصم نفسك من الانهيار، من تشعر أنه أنت إذا سلكت هذا السلوك أنت أكو وراك عقاب ومحاسبة، أو أنه أكو إجراءات رادعة وتلاحق حتى لو تسافر إلى غير دولة. يعني إحنا نتخيل أنه ذاك اليوم اكتشفنا أنه محقق قضية فساد رشو وبعدين أخذ إجازة وانهزم هو وعائلته، فبالنتيجة يعني أنت حتى الأداة اللي أنت تتكافح بها تم استمالتها وتم استدراجها ووقعت بالفخ مال الفساد. لذلك ما ممكن إحنا نقول أنه بصراحة مع احترامي للمدد 3 أشهر وشهر وسنة، القضية ما معنية بالمدة بقدر مما معنية بالإجراءات، وهذه الإجراءات ما نقدر نتلمسها نعتقد إلا بعد فترة طويلة. طيب جزاك الله خير حضرتك أستاذ محمد. يتفضل الدكتور أسامة السعيدي بهذه التفاصيل. وإذا ما أخذنا اجتماع رئيس الوزراء، يعني أنه حتى في هذا الاجتماع شلون راح نعتبر الضغوط اللي تفرض على الوزراء بأن هنالك بعض الضواغط التي تمارس سياسيا، أمور أخرى تمارس من ضغط على الوزراء لعدم تحقيق نتائج في ملف مكافحة الفساد، يعني بلحاظ أن الجلسة ذاتها شهدت إشارة من رئيس الوزراء بضرورة رفض الوزراء للضغوط الحزبية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناة الأيام. الموقف الذي لا يحسد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء هو التركة الثقيلة التي جاء بها بعد أن تسلم رئاسة الحكومة، وبعد أن وضع البرنامج الحكومي حقيقة كان برنامج خدمي بالدرجة الأولى، والبرنامج أيضا كان شديد على موضوع ومتشدد على موضوع مكافحة الفساد. الوزراء السابقين حقيقة، لماذا فشلت الوزارات السابقة في مكافحة الفساد المالي والإداري وليس فقط المالي؟ لأن الولاءات لم تكن ولاءات وطنية ولم تكن ولاءات للحكومة، وإنما كانت ولاءات حزبية بالدرجة الأولى. وخير دليل على ذلك ما شاهدناه وشاهده المواطن العراقي، ما قام به وزير الصناعة بالقسم أمام عضو مجلس النواب المعروف أبو مازن،
وهذا كارثة طبعاً، كارثة في العمل السياسي والعمل الحكومي. نعم. لأن عندما يكون الولاء إلى أشخاص بالتأكيد راح تفشل الحكومة، ونحن نعلم أن فشل الحكومة معناه فشل الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وانهيارها انهيار تام. فعندما جاء السيد محمد الشاع السوداني ووضع برنامجه الحكومي، وضع أمام أعين الوزراء كثير من النقاط المهمة التي على الوزراء تنفيذها حتى يعيدوا هيبة الدولة بالدرجة الأولى، وثانيا هيبة أنفسهم بالدرجة الثانية، باعتبار أن فشلهم هو فشل الحكومة وفشل لأنفسهم. أستاذ أحمد، الحقيقة يعني أنت الناس الآن تنظر إلى المسؤول نظرة حقيقة نظرة كبيرة. ليش؟ لأنه هذا الشخص مؤتمن على تنفيذ برنامج، مؤتمن على تقديم خدمات للمواطن، ولكن عندما يشاهد المواطن أنه الوزير الفلاني راكب سيارة مضللة ويفتر هنا وهناك أو ما يطلع نهائيا من وزارته، زين هنا راح يكون أولا فشل على نفسه وفشل على الحكومة. لذلك عندما وضع السيد رئيس مجلس الوزراء فترة زمنية لقياس إمكانية وتنفيذ البرنامج الحكومي من قبل الوزراء، حقيقة كان خطوة موفقة من أجل معرفة من يعمل ومن لا يعمل. فلذلك نشاهد أن الخطوات كانت جدية وكانت كبيرة، إضافة إلى أنه عمل السيد محمد الشاع السوداني ومع معه من وزراء حقيقة عملوا، وهذا لا يخفى على أحد، لكن هذا العمل ليس بالمستوى الطموح وليس بالمستوى طموح المواطن العراقي. المواطن العراقي الآن بحاجة إلى مكافحة فساد حقيقي، وليس مكافحة فساد على أشخاص هم أدنى بينما السرقات والفساد المالي والإداري الطبقات العليا ما حد يباوع عليهم وما حد يقول لهم انتم ايش تسوون. هذا الناس الان دا تنظر له. فخطوات السيد محمد الشاع السوداني حقيقه وفي كل جلسه لمجلس الوزراء يؤكد على مساله تحقيق هذا الهدف وبالسرعه الممكنه، وتقديم الفاسدين الى القضاء وفتح الملفات. يعني اكد اكثر من مره، يا ساده يا وزراء افتحوا ملفات الفساد من أجل مكافحته، لأنه مكافحته معناها نجاح الحكومة. طيب، كنا نتحدث دكتور أسامة بالملف الأول عن زيارة غوتريش إلى العراق، وهنا نربط الملفين مع بعض. يعني أمر مكافحة الفساد وغير من هذه التفاصيل لم تتوقف مع طبيعة الإشادة اللي ينظر إلها المجتمع الدولي لجهود العراق في مكافحة الفساد، وأيضا هنالك خطوات للحكومة الحالية في هذا الملف. هو طبعا اكيد انا ارجع واقول انه الحكومه فعلا يعني جاده، ورئيس الحكومه يريد ينجح، وهو رجل يعني يريد يحقق شيء، مو فقط يعني على الاقل اولا شيء شخصي، حتى هو في مسيرته كشخص اداريا وسياسيا، وثانيا هو يعني دائما يذكر كلمه، وانا في لقاء كان سابق معاه في بدايه تسلمه لمهامه قال أنا تترتب علي مسؤولية إعادة الثقة بالدولة، إعادة الثقة بالنظام السياسي. يعني مثل ما تفضل الأستاذ محمد أن الناس تريد تنظر للمسؤول وتريد تنظر جانب ثقة، جانب مسؤولية، ورئيس الوزراء عنده فترة تقييم، وأنا حسب معلوماتي فترة تقويم للوزراء، الوزراء اللي ما راح يؤدون أو لم يؤدوا بالطريقة المطلوبة وبالرتم اللي هو يريده، فراح يطالب الكتلة السياسية اللي رشحته باستبداله. يعني وما اعتقد هو راح يجامل بهذا الموضوع، من جلست بمجلس الوزراء وظهرت وسال او طالب الوزراء بانه نكونوا ميدانيين ونزلوا حلوا مشاكل الناس، ليش انا انزل بنفسي؟ يعني هو فعلا هو رئيس وزراء ما يفتر على كل الوزارات. نعم. لعد هو شكو خال الوزراء، واذا هو يفتر على كل الوزارات يفتر على كل المديريات، وقال انه انا قمت امشي مرات بريد مال مدير عام وهو رئيس وزراء، معناته اكو تقاعس وتقصير في مديرية بحيث هو يقوم بمهام مدير ومدير عام. بالنتيجة أنا أعتقد آن الأوان أنه الآن هاي الفترة اللي نسميها 100 يوم أول 100 يوم اتضحت اليوم أنه من هو الوزير المهني، الوزير المؤدي، الوزير اللي دا يعمل، الوزير اللي شخص، يعني أهم شيء عندنا بالعلاج التشخيص خاصة بموضوع الفساد. لذلك أنا أعتقد الخطوة القادمة
وهذا اللي ننتظره بحسب المعطيات، أن يصير عملية استبدال لبعض الوزراء لمن هم لم يثبتوا إمكانية وقدرة وكفاءة في محاكاة ما يريد رئيس الوزراء وقدرته وسرعته وكفاءته ورغبته بالنجاح. طيب أستاذ محمد، إضافة لما تفضل به الدكتور السعيدي، لاحظ بأنه السيد محمد الشاع السوداني يرى أن مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد قد وضعها منذ البداية وانطاهم مهلة للدرجات الخاصة 3 أشهر، وكلاء الوزراء 6 أشهر، وبالتالي الأداء الذي يتحدث عنه دكتور أسامة السعيدي من ما يصرح به رئيس الوزراء أنه ما يقدر يقعد مكان مدير عام ويمشي بريدة، ورغم هذا صارت ويزور مؤسسات ويحاسب ويقوم ويصحح الأداء. بالتالي نتحدث عن منظومة حكومة وليس هي أجزاء وليس كانتونات سياسية، كل وزارة تابعة لحزب معين وبالتالي الحزب يدير هذه الوزارة. لا يمكن لرئيس وزراء أن ينجح لوحده، بما أنها هي منظومة موحدة، منظومة واحدة، منظومة يعني نقول الحكومة هي يد واحدة. فعندما يكون السيد رئيس مجلس الوزراء ومن بمعيته من الوزراء من الكفاءة بحيث يستطيعون تنفيذ البرنامج الحكومي الذي جاءت به الحكومة، بهذا بالتأكيد راح يرفع ثقل كبير عن كاهل السيد رئيس مجلس الوزراء. وما أشار إلى الدكتور أسامة حقيقة هي حقيقة واقعة، يعني كثير من الحالات نشاهد السيد رئيس مجلس الوزراء يذهب إلى محافظات وليس مدراء عامين. يعني إحنا الوزراء موجودين، المفروض الوزراء هم يطلعون بهاي المهمة بزيارة مواقعهم، بزيارة دوائرهم في المحافظات والاطلاع عليها عن قرب وعن كثب، لأنه لا يمكن الوزير أن ينفذ البرنامج الحكومي وهو جالس في وزارته، لأن هنالك كثير من دقائق الأمور يجب أن يقف عليها الوزير وأن يكون قريب منها حتى يمكن حلها وممكن مكافحتها إذا كان هنالك فساد مالي أو إداري، وإنما فقط في جالس في كابينته الحكومية في مقره ويسمع من هذا وذاك بأنه تم تنفيذ هذا البرنامج وهي قد تكون هذه الأقوال كاذبة غير حقيقية. فالوزير الناجح والذي يريد أن ينجح وينجح الحكومة عليه أن يكون قريب من الشعب، قريب من دائرته، ويصل إلى أصغر موظف وإلى أقل دائرة تابعة له حتى يكون تشخيص دقيق وممكن أن ينهض بوزارته ويشار إلى بأنه هذا الوزير ناجح. بينما الوزير الذي لا يقوم بهذا العمل، والمواطنين الآن أعينهم على إداء الحكومة وإداء الوزراء ويشخصون هذا الوزير الناجح وهذا الوزير الفاشل. لذلك السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يقوم بزيارات ليلية وزيارات نهارية إلى كثير من دوائر الدولة والمحافظات، دليل على أنه يريد أن يحترم القرارات التي اتخذها، يريد أن يحترم أو ينفذ ما وضعه في برنامجه الحكومي، وبالتالي يمكن أن يشار إلى بأنه رئيس وزراء ناجح عكس الوزراء الآخرين، رؤساء الوزراء الآخرين الذين لم يستطيعوا أن يوقفوا ولو جزء بسيط من الفساد المالي والإداري والفشل في بعض الوزارات، وبالتالي استمرت هذه الوزارات بالعمل رغم الفشل. والسبب في ذلك وأنا قلته في بداية لأنه الانتماءات والولاءات إلى الكتل والأحزاب السياسية التي جاءت بهؤلاء هي لها الأولوية، وبالتالي لم يحققوا هؤلاء. عفوا استاذ محمد، في دقيقه اذا اسمح دكتور اسامه، يعني لما يشدد رئيس الوزراء على ارسال تقارير حول انجازات الوزراء في وزاراتهم، تقارير دوريه تضمن اهم هذه الاجراءات في مكافحه الفساد، وايضا عندما يشدد ايضا ان ينفذ البرنامج الحكومي من قبل الوزراء بعيدا عن الاجتهادات، هنا تكريس وترسيخ لمسار واحد يريد رئيس الوزراء ان يصل اليه. هذا هو الموضوع، يعني الجانب المهني، يعني انه انت تضيق الجانب الشخصي وبالنتيجه تنطي موقف لرئيس الوزراء انه الامور سائره وفق النقاط المعدله، لان هذا البرنامج الوزاري هو معد يعني من لجنه ومن مجموعه خبراء ومتابعات ودراسات، وما اجى من فراغ او في جلسه سريعه وخلينا نقعد نسوي برنامج وزاري وعلى السريع خلينا النقاط، لا، هو بناء على معطيات ودراسات و مراكز ابحاث. انا ادري يعني عندي تفاصيل عن هذا الموضوع.
لذلك نسبة الاجتهاد تكون به محدودة. وثاني شيء الدولة الآن تتعامل بالأرقام، بعد ماكو كثيرا قليلا قمنا زرنا عملنا، لا انت اعطيني بالرقم، انطيني رقم حقيقي بالإنجاز. والآن لازم موضوع الأتمتة والجانب الالكتروني يجب ان يكون حاضر في كل تعاملاتنا، سواء كانت تعاملاتنا النقديه، الماليه، المصرفيه، الاداريه. بعد ماكو شيء اسمه الناس تروح بنفسها وتلزم سره ووقف هنا وتعال بالشباك واختم منا وتعال منا، هاي الموضوع لازم ينتهي. احنا الان بسنه 2023، بعد ماكو، وطبعا هذا الموضوع متعمد انه انت تاخر وتعطل، لان انت حتى بعدين انا من اريد اروح اشيل هم اقوم ادور على واحد ادفع له رشوه حتى يمشي معاملتي بدون سره. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، أثريت الحوار في ملفين، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمد الربيعي المحلل السياسي، أثريت الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.